انه معقول يعني مايا انت ما عندك حدا يساعدك؟ انا كثير موسوسه اصلا، ما في حدا يساعدني وما بحب اشغل حدا. واو شو هيدا مايا؟ ما بعرفك هالقد مرتبه، كنت اكثر وحده فوضويه فينا. عاصم هيك بحب. الظاهر وحده بتصير تتطبع بقطع جوزها. اي والله انا ما كيف في ارتب من نبت اهلي، وقت تجوزته لفارس انه برتب من هو بينزع من هون، يمكن خشيت مثله يعني. شو بتقولي انا؟ صحت 10 كيلو من وراء ما بحب بطنه، وهو بيبقى مثل العوده وانا كرمالي بنصع. ايه لا انا بس عربة، لانه اذا بدي لحقه لفارس ما بفوت بهالباب. شو هيدا؟ شو هي؟ هيدا اللي فوق. هاي كاميرا شو أول مرة بتشوفيها؟ اه ايه كاميرا هي. ايه؟ أنا بعرف الكاميرا بحطوها برات البيت مش جوات. ما نحن لأنه قاعدين بمحل مقطوع وعاصم كثير بخاف علي، أغلبية الأوقات أنا بقعد لوحدي فركب كاميرا بالبيت. روعة. الإنارة عندك رائعة، بتكشف البحر كله. هو أمان أكثر بالليل. معك حق. البحر حدوده مفتوحة والاحتياط واجب. أوقات وأنا على البوت بالليل بشوف حدا بنص الليل عم يتسبح، بس من المستحيل إني أعرف مين هو أو أقدر ميز شكله، لأنه ما عندي هاي الإنارة ولا كشاف. وخفر السواحل شو عم بيعملوا دخلك؟ لك قد ما يكون إلا ما يقدروا يزمطوا منه. طيب إذا حسيت على شيء مرة تانية بتمنى تخبرني، وهي بطاقتي خليها معك. أوكي. اوه اجا قلم الجاتو. كل سنه نحن بخير حبيبي، روحوا ما حدا قدكم. يا ريت كل سنه عندكم عيد وسمكه حره. ان شاء الله السنه الجايه بتكوني حامل البيبي على ايدي وعامل تحته. انا من حسن حظي اني احضر معكم هالمناسبه، بتمنى لكم السعاده. شرفتنا. صحيح ما تنسونا مشوار البحر. استاذ عاصم مدام نايا بشرفني انكم تشاركونا بهالرحله. انا نوي مستحيل. مدام نايا لازم تشيل هيدا الخوف، مش هيك استاذ عاصم؟ يا نايا بتخاف كثير من البحر وانا ما راح اطلع واتركها. معكم 3 ايام حتى تفكروا، صدقوني ما راح تندموا. البحر حلو كثير حلو مدام نايا كثير. ايه نايا بليز. يلا يلا نايا قولي ايه. فكر بالموضوع. برافو مدام نايا، بلشت تكسري حاجز الخوف. يلا ناكل جاتو. يلا اخيرا.